ما خلص الاستاذ يقول ماني جاي محاضر لاني مشغول، اقول اني مسافر يوم خميس، فبعتذر منه اقول ماني حاضر محاضره، انتظر منه. تخيل اعطيه ورقه 11 يجي دوري الساعه 11 و40 دقيقه، قدامي 30 واحد. احاول اليوم بقول له كيف حالك انت؟ طيب الله يقلعك. وين راح خالد؟ لا شوف الله يلعنك.